تشتعل منافسة الانتخابات الأمريكية للفوز بالرئاسة في ماراثون غير مسبوق بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. مفترق طرق تقف فيه الولايات المتحدة أمام معركة مصيرية تسجل في صفحات التاريخ السياسي، يتقلب فيها الدعم الشعبي مع كل تصريح وتوجه، وتشتد المنافسة بين المرشحين في كل ولاية وبين أوساط كل فئة ديموغرافية وجغرافية، ليصبح التحدي الأكبر هو كسب قلوب وعقول الناخبين الأمريكيين. وعلى صعيد المؤشرات، تتقدم هاريس بفارق ضئيل على المستوى الوطني مدعومة بقوة من النساء والشباب، بينما يثبت ترامب تفوقه بين الرجال وكبار السن. معركة تتجاوز التصنيفات التقليدية للتأييد وتتغير فيها المعادلات بسرعة، فالسباق على أشده في ولايات متأرجحة قد ينقلب كل صوت فيها ويقلب موازين اللعبة. في المحور الثاني في هذه الحلقة ذي البعد العراقي، نتعمق في ملف الأموال والاقتصاد لنستعرض تأثير العقوبات الأمريكية على طهران وانعكاساتها على اقتصاد بغداد. نغوص في أبعاد هذه العقوبات ونطرح كيف من الممكن أن تختلف السياسات الاقتصادية تجاه العراق وفقا لنتائج الانتخابات. أهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج الرئيس 47. يقيم كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس تجمعا انتخابيا في ميلوكي كبرى مدن ويسكنسن في إطار مساعي كل من المرشحين لكسب الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم قبل أيام من موعد الانتخابات. وسيعود الجمهوري ترامب إلى المكان ذاته، حيث تم تتويجه مرشحا للرئاسة عن حزبه خلال الصيف الماضي بعدما أصيب بأذنه في محاولة اغتيال وقعت قبل أيام من ذلك. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة الثلاثاء، يبدو المرشحان في طريقهما لتحقيق نتائج متقاربة وللغاية، رغم الجهود المبذولة من فريقي الحملتين لتغيير المشهد والهيمنة على الأخبار في أسبوع شهد حتى الآن سجالات مريرة وهفوات من الجانبين بشأن قضايا بينها العرقيات والنوع الاجتماعي وحقوق الإنجاب. وفي ظل مخاوف من أن يرفض ترامب القبول بالنتيجة، يستعد كثير من الأمريكيين لاحتمالات وقوع أعمال عنف واضطرابات قبل أيام من 5 تشرين الثاني. وأفادت قائدة شرطة واشنطن بأن المسؤولين في حالة تأهب، مؤكدة أن الشرطة ستدعم التظاهرات السلمية لكن لن تتسامح مع أي عنف من أي نوع. يأتي ذلك فيما وجهت كامالا هاريس انتقادات حادة لدونالد ترامب في ملف حقوق النساء وفي ملف الإجهاض الذي يعد شائكا في حملة رئاسية تشهد تنافسا محتدما خلال تجمع في مدينة فينيكس، حيث اتهمت هاريس خصمها بأنه بكل بساطة لا يحترم حرية النساء وذكاؤهن في معرفة ما هو الأفضل لهن واتخاذ قرار مستنير على حد قولها. مراسل يو تي في في واشنطن رابح فيلالي، مرحبا بك رابح. 4 أيام تفصلنا عن موعد الانتخابات، هل من جديد في مسألة استطلاع الرأي؟ بالنسبة للمرشحين، ما يقال حتى هذه اللحظة أن هناك بعض التقدم يقول به الديمقراطيون
على مستوى ولايات الجدار الأزرق الديمقراطي في شمال البلاد، في ويسكونسن مثلا حيث تحقق المرشحة الديمقراطية تقدما طفيفا مقارنة بتلك النتائج التي يحققها المرشح الجمهوري في هذه الولاية، التي تشهد كما تفضلت اليوم تجمعا انتخابيا آخر للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في محاولة لتعديل كفة الميزان في هذه الولاية الحاسمة. مسألة أخرى تظهر مثلا في ولاية ميشيغان، حيث يظهر مرة أخرى أن المرشح الديمقراطي تحقق تقدما محدودا جدا مقارنة بالمنافس الجمهوري، ولكن على عكس ويسكونسن وميشيغان مثلا هناك تقارب كما توصف عادة في الأدبيات السياسية الأمريكية، هناك حالة الكتف لكتف، وهي في إشارة إلى ذلك التقارب اللصيق جدا في استطلاعات الرأي في ولاية باسلفينيا. اليوم حقيقة رابح شدني مصطلح مهم وتحديدا في الجنوب. نعم، في قراءتي لحيثيات التنافس واستقطاب الجماهير ولا سيما في الولايات المتأرجحة، لفتني مصطلح بأن من سيحسم هذه المرة الانتخابات هم فئة الناخبين غير المنتمين، بمعنى المستقلين ربما. إلى أي درجة هذه الفرضية صائبة رابح؟ بالفعل جدا جدا زيد، على اعتبار أن هناك الخريطة السياسية في الولايات المتحدة مقمعة أو منتهية عندما يتحدث الآن الأمريكيون على أن الحسم سوف يكون في الولايات المتأرجحة، الولايات السبع، ولكن بالنسبة لبقية الولايات 43 ولاية هي ولاية حاسمة لخياراتها. مثلا لا طموح لترامب مثلا في الفوز بالعاصمة واشنطن، لأن طيلة تاريخها كما قلت هو تاريخ ديمقراطي، وبالتالي هو لا يحتاج حتى إلى إقامة حملة في هذه الولاية. في مقابل ذلك أيضا لا يحتاج الديمقراطيون إلى إقامة حملة انتخابية في ولاية ويست فرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن، لأنها أيضا ولاية جمهورية وبامتياز في كامل تاريخها السياسي. لكن التنافس الحقيقي الذي يحدث هو يحدث على مستوى الولايات المتأرجحة التي هي بلا لون سياسي ثابت. في مقابل ذلك أيضا زيد ما تفضلت بالإشارة إليه، وهو أن هناك الناخب الديمقراطي هو يحدد موقفه سلفا، والناخب الجمهوري هو محدد لموقفه سلفا قبل سنوات من الآن. ولكن من سيحسم السباق؟ هناك نوعان من الناخبين في الولايات المتحدة. النوع الأول هو النوع المستقل الذي لا يملك قبعة سياسية، ليست زرقاء وليست حمراء، هو يؤمن بالأشخاص، جودة الأشخاص، يؤمن بجودة البرامج وبالخيار السياسي الأفضل. وهناك نوع آخر من الناخبين وهو الناخب المتردد. هناك كثير من الناخبين الأمريكيين الذين لم يعدوا يثقوا في العملية السياسية بكاملها. فالتحدي طيب بالنسبة للمرشحين يعني تتحدث الآن عن تصنيف آخر إلى تلك رابع الدائرة من الناخبين التي هي خارج دائرة نعم الحزب السياسي. يبدو أنك قريب إلى البيت الأبيض وتتحدث عن مصطلحين ربما هناك فرق بينهما، نعم، الناخب المتردد والناخب غير المنتمي. هؤلاء ماذا يحركهم في الفضاء العام، نعم، في المزاج الانتخابي حتى يتم استقطابهم من أحد المرشحين؟ لا شيء زيد سوى الإقناع، أن يقنع أحد المرشحين هذه الفئة بالتصويت له. المسألة هنا تشكل تحديا حقيقيا على مستوى الأفكار، على مستوى البرامج، على مستوى الخطاب، على مستوى الشخصية، على مستوى الإنجاز الشخصي، على مستوى السجل الشخصي أيضا بالنسبة للمرشح سواء كان جمهوري أو ديمقراطي. ولذلك هناك رهان مثلا على مستوى حملة الإعلانات القياسية التي صرف فيها أكثر من مليار دولار حتى الآن بين الحملتين، وهو رقم قياسي كما ترى أيضا في محاولة لاستقطاب الناخبين من خارج دائرة الحزبين. أيضا هناك أيضا هذه الفرق العاملة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مدار الساعة في محاولة للوصول إلى أكبر قدر من الناخبين. هناك اللقاءات الضيقة والمحدودة مع والمصغرة سواء على مستوى
المطاعم والمقاهي واللقاءات المباشرة عبر تقنية الفيديو، وهناك آلاف بل ملايين المتطوعين الذين يطرقون باب على مستوى المدن والأرياف الأمريكية في محاولة تقديم برنامج المرشح وإقناع هؤلاء الناخبين. تسمى سياسة طرق الباب، يعني نصل مرحلة من التنافس واستقطاب الناخبين إلى طرق أبواب منازلهم. شكرا جزيلا لك رابح فيلالي على مجمل ما تفضلت به من تحديث حول الداخل الأمريكي. إذن حول الدعم الشعبي وتطور المرحلة الانتخابية وتحول الأمزجة والنسب ما بين الناخبين، تستعرض إلينا الزميلة رويدة تميمي آخر ما يتعلق بالدعم الشعبي. تفضل رويدة. أهلا زيد، أهلا بكم مشاهدينا. الدعم الشعبي تطور عبر مراحل الحملة الانتخابية بين هاريس وترامب، وتتسم الحملات الانتخابية الأمريكية بتقلبات مستمرة في الدعم الشعبي، حيث تتأثر مواقف الناخبين بالعديد من العوامل، بدءا من المناظرات والمقابلات والمقابلات التلفزيونية، مرورا بأداء المرشحين خلال الأزمات، وصولا إلى قدراتهم على التواصل مع فئات المجتمع المختلفة. وتدخل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 مرحلة حرجة مع مواجهة نائبة الرئيس كامالا هاريس الرئيس السابق دونالد ترامب في سباق يعد من أكثر السباقات تقاربا في التاريخ الأمريكي الحديث. استطلاعات الرأي الحالية تظهر أن السباق بين هاريس وترامب يتسم بالتقارب الشديد مع تفاوت طفيف في نسب التأييد بين المجموعات الديمغرافية والجغرافية، فهاريس تتقدم بفارق بسيط على الصعيد الوطني حيث تحظى بدعم قوي من النساء والناخبين الشباب، في حين يحتفظ ترامب بتأييد قوي بين الرجال وكبار السن. وبحسب تقارير فإن هاريس تتفوق على ترامب في دعم النساء بفارق 13 نقطة مئوية، أي 48% مقابل 35%. اللافت هنا أن هذا التفوق يظهر بشكل خاص بين أو يظهر عفوا بشكل خاص بين النساء من الأقليات، حيث تحصل هاريس على دعم قوي من النساء اللاتينيات الآسيويات. أما بين الرجال فيتفوق ترامب على هاريس بفارق 8 نقاط، أي 47% مقابل 39، ويحتفظ بتأييد قوي بين الناخبين البيض والمخضرمين العسكريين على وجه الخصوص. بالنسبة إلى الدعم أو دعم الفئات العمرية، يظهر الناخبون تحت سن 50 دعما أكبر لهاريس، حيث يؤيدها 57% من الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، فيما يحتفظ ترامب بتأييد كبير بين الناخبين الأكبر سنا، إذ يدعمه 50% من الناخبين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للدعم الشعبي، فتظهر استطلاعات الرأي أن السباق لا يزال غير محسوم في العديد من الولايات المتأرجحة مثل فلوريدا وبنسلفانيا وأريزونا، إذ تميل نسب التأييد في هذه الولايات إلى التقلب بشكل كبير مع مرور الوقت. وحتى الساعة يحظى ترامب بتقدم بسيط في بعضها، لكن هاريس تنافس بشراسة وخاصة بعد انسحاب المرشحين الآخرين. ديموغرافيا يتمتع ترامب بتأييد كبير بين الناخبين البيض، في حين تتفوق هاريس بشكل كبير بين الأقليات العرقية، بما في ذلك دعم 84% من الناخبين السود. وكذا يميل الناخبون من أصول لاتينية وآسيوية لدعم هاريس بنسبة أكبر مقارنة بترامب. ويتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من أكثر الانتخابات تنافسية في التاريخ الحديث، كما أن التغييرات السريعة في نسب التأييد بين المرشحين في الولايات الحاسمة والفئات العمرية ستلعب دورا حاسما في تحديد النتيجة النهائية. إذن كانت هذه كل تفاصيل الحملات الانتخابية حتى اللحظة. شكرا دكتور زيد. شكرا جزيلا لك يا رويدة.
نرحب الآن بضيفنا من واشنطن السيد فيليب كراولي، مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للشؤون العامة. سيد فيليب، مرحبا بك في يو تي في. أبدأ من ما عنونته الفاينانشال تايمز بأن المعركة في بنسلفانيا مكلفة وشرسة. لماذا مكلفة ولماذا شرسة؟ هناك سياق نبدأ به وأهميته خاصة للمشاهدين الكرام. هذه هي طبعا الحملة الانتخابية الثالثة التي في أربعة ولايات الذين هم سوف يقرروا من الذي سوف يكون الرئيس، وبنسلفانيا هي واحدة من هذه الولايات، وأيضا قد أنه تذهب لحوالي 100,000 صوت لأربعة ولايات، قد تكون بنسلفانيا أو ميشيغان أو أن تكون إحدى الدول المتأرجحة، عفوا الولايات المتأرجحة، وبنسلفانيا هي ولاية صناعية ولديها مدن مثل فيلادلفيا، وأيضا يقومون بالتصويت إلى المرشحين الديمقراطيين. وطبعا كان لديها مشاكل اقتصادية في السنوات الأخيرة، وأيضا يتابعون المرشحين المحافظين، لكن في عام 2020 لم نعرف إلا بعد أربعة أيام من نتائج الانتخابات لوضع اللمسات الأخيرة تجاه النتائج، وهذا ممكن أن يكون نفس الشيء. قبل قليل كنا سيد فيليب نتحدث مع مراسلنا، تحدث عن مصطلحين مهمين: الناخب المتردد والناخب غير المنتمي. وعادة في عموم الانتخابات ليس فقط في الولايات المتحدة، الناخب المتردد هو الذي يرجح كفة مرشح على مرشح آخر، لا سيما في ظل تقارب استطلاعات الرأي. كم تبلغ نسبة هؤلاء في الولايات المتحدة؟ أتحدث هنا تحديدا عن الناخب المتردد وليس غير المنتمي. أنا طبعا أوافق هذه الخصائص التي طرحتها، لكنه إذا ممكن أنه سوف يأتون للتصويت أم لا، وهذا دائما أمرا وعاملا مهما للانتخابات وحاسما، وممكن أنه يكون مختلفا. فعلى سبيل المثال ولاية ميشيغان كان لديها من صوتين من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، وأيضا لديها نسبة عالية من العرب الأمريكيون، وأيضا هناك اتجاه أيضا ترامب، وحسب الأرقام وخاصة أنهم حسب إذا كانوا طبعا هو مع إسرائيل أم لا، وأيضا قضية فلسطين، وما هذا الذي ممكن أنه حسب الذين يعيشون في ميشيغان ماذا سوف يفعلون؟ هل أنهم ممكن أن يقومون بإدلاء أصواتهم ضد بايدن أم يعني بالعادة سيد فيليب الناخبون المترددون ليسوا عربا أمريكيين على الأرجح، بل إنما أولئك الأمريكيون ربما المتأثرون بالواقع الاقتصادي، الواقع المعيشي، مسألة الضرائب وإلى آخره. يعني هؤلاء لم أحصل على إجابة، هل لديك نسبة عن تأثيرهم في الانتخابات الأمريكية الناخب المتردد؟ أنا أتحدث بطريقة واسعة هنا في الدولة. لدينا حوالي 350 مليون شخص، هذا فقط أنه 50% بأنهم قد صوتوا، وعدد كبير أنهم من المصوتين أنهم قرروا أن لا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، فهناك توتر كبير، خاصة هناك أمور قد تحدث ولا نعرف ماذا سوف يحدث، فهناك انقسامات في الدولة تجاه الناخبين. فالسؤال هنا، هل هذه هي أحد الانتخابات التي هي ستكون نتائجها جيدة أم لا من تجاه الناخبين بالتأييد
هناك أنه النتائج التي ممكن أن تكون هناك تأييد للديمقراطيين. طيب لنذهب عن تصنيف آخر سيد فيليب، يعني يبقى كما تفضلت المتغير الذي يحفز هؤلاء المترددين على وقع الأحداث التي ربما سوف يعني يتم استقطابهم باتجاه أحد المرشحين، ولكن هناك مصطلح في الولايات المتحدة يسمى الجيل زد أو زد جينيريشن، هؤلاء مواليدهم ما بين عام 97 و 2012، هذه الفئة العمرية واضح أن في الانتخابات السابقة كان لها دور مهم، فهل ستكون اليوم عامل مؤثر مرة أخرى في ترجيح كفة أحد المرشحين المتقاربين بشكل كبير وربما لأول مرة؟ أنت على حق، إذا ننظر إلى السياسة بشكل عام، إذا كنت أكثر سنا ويكون لديك أنه تطرح إلى الانتخابات، وإذا كنت شابا أيضا الأمر يختلف، والسؤال هنا في هذا الانتخابات وحملة الانتخابات، فأن الانتخابات السابقة الشباب كان لديهم أكثر طبعا قوة وأكثر طاقة وكان عددهم كبيرا جدا، والسؤال الآن أنه هل أنه هذا ما سيحدث عندما نذهب إلى هذه الولايات؟ يعني هؤلاء ما الذي يحركهم؟ يعني لو افترضنا بأن هذه الشريحة أو هذا الجيل الذي يسمى في الولايات المتحدة جيل زد يتحرك باتجاه محدد، برأيك ما الذي يحفزهم؟ ما الذي يغريهم في خطابات والبرامج السياسية للمرشح الديمقراطي أو المرشح الجمهوري؟ ديمقراط كانديدات، أنا لست متأكدا عن هذه الأحزاب السياسية، هم كانوا أعضاء من إذا كانوا هم أعضاء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، هناك ضغط كبير أنه قد يكون يعني هناك أشخاص له دخل بالسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وما شابه ذلك من الأمور الأخرى، فهم ينتبهون ويتابعون هذا الأمر من ناحية الانتخابات ويختاروا، وأعتقد أن في هذه الحملة الانتخابية أن الشباب أنه يحاولون أيضا الانتخابات. طيب وجود ترامب هنا سيد فيليب إلى أي درجة يعني أحدث سابقة في الانتخابات الأمريكية، بمعنى أن وجود ترامب في الانتخابات التي خاضها وفاز وفي الانتخابات التي خسرها وفي الانتخابات التي يخوضها اليوم، هناك تيارات في داخل الحزب الجمهوري تريد أن تصوت لكامالا هاريس، إلى أي درجة هذه سابقة وستكون ليست في صالح الحزب الجمهوري وسترجح كفة هاريس بالنتيجة؟ أنا أعتقد أن هذه هي أحد الأمور المهمة لهذه الحملة الانتخابية. دونالد ترامب هو أيضا تم توضيحه بطريقة جيدة، لكن هناك تاريخ له، فقط مرة واحدة في التاريخ الأمريكي أنه كان لدينا مرشح قد خسر مرة أخرى، جاء وربح مرة أخرى وفاز مرة أخرى، فهذا حصلت ثلاث مرات في تاريخ الانتخابات الأمريكية. ثلاث مرات حصلت في الانتخابات الأمريكية أن خسر مرشح وعاد يشارك في الانتخابات، يعني ثلاثة سوابق حصلت، أليس كذلك؟ لا، هذا ليس صحيحا، لدينا أن حصلت مرة واحدة دونالد ترامب ومرة ثانية، لكنه مع دونالد ترامب هو تم توضيحه أنه رجل سياسي وإنما يحبونه أو لا بطريقة مكثفة، فأنتم في أمور أخرى وتناقض تجاه كامالا هاريس بالحملة، لأنه لم يكن لدينا هذه الحالة سابقا أنه شخص جاء إلى الانتخابات وخاصة لهذه الولايات وقرر أنه يعمل هذه الانتخابات، فهاريس أيضا لديها حملة قصيرة وهي أيضا حسب المستوى الوطني، لكنها ليس من الضروري أنه
مثل أو شبيهة بدونالد ترامب. بالنسبة للاثنين أنه حسب إدارة بايدن كان أيضا هو ذهب إلى الانتخابات وانسحب، فهناك الكثير انسحبوا، فالتوقعات لإدارة ترامب إذا أنه هل عمل شيئا جيدا أم سيئا، هذا تكون هناك بعض التأثيرات أنه كيف تفهم هذه التوقعات لإدارة هاريسون. أيضا ترامب أحدث أو ابتكر مصطلحا يسمى العنف الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل فعلا هناك خشية لدى الشارع الأمريكي لدى الرأي العام بأن عنفا انتخابيا مرتقبا في الساحة الأمريكية قد يبدأ حتى قبيل موعد الانتخابات، يعني قبل موعد الانتخابات ربما بساعات وليس له علاقة بالضرورة بمسألة النتائج إن كانت لصالح أحد الطرفين؟ قد تحدث بعض الأشياء البسيطة بكل يعني انتخابات، ممكن أن تحدث هذه الأنواع من العنف. لا أعتقد أن العنف سوف يكون يوم الثلاثاء، وأعتقد أنه سوف يدلوا بأصواتهم وسوف يختاروا من يريدون. أعتقد أنه جزء من هذه الانتخابات هو على الأرجح أنه في ليلة الانتخابات لا نعرف من سيكون الفائز، وإذا تأخذ وقتا طويلا للنتائج إذن سوف تبدأ في ذلك الوقت لنرى بعض الأمور، أنه مثل بنسلفانيا أو ولاية أخرى التي هناك مثل بسبب تأخير النتائج. بعد ذلك سوف نرى من جهة التوقعات من العنف الذي أنت تتحدث عنه قد يحدث أو قد لا يحدث مما حدث في عام 2021، وأيضا ليس لدينا أنهم رئيس في المكتب لكي يقوم بطعن النتائج، وأيضا خاصة ما حدث في عام 2020 و21. فأنا أعتقد أنه العنف المحتمل لا أعتقد أنه من الضروري سوف يحدث، وأنه ليس مؤكد أبدا، ولكن احتمالاته واردة. يعني كلا لا سيما كمالا هاريس تتحدث بشعبوية عن دونالد ترامب التي تقول أنه جاء لينتقم، بمعنى آخر فعلا هناك محاذير من عنف انتخابي مرتقب. هذا لا يتحدث عنه محللون، هذا يتحدث عنه المرشحون. بالتأكيد 2021 كان لأول مرة في تاريخنا لم يكن لدينا طبعا انتخابات أو حملات غير يعني فيها أمان، وليست كانت فيها هدوءا في ذلك الوقت، أنه دونالد ترامب في ذلك الوقت أنه ممكن أنه لا يقبل النتيجة، وهذا ما حدث، أو قد يقول هذا طبعا خداع أو غش وما شابه ذلك. لننتظر ونرى كيف سوف يستجيبون الداعمون لذلك. سيد فيليب كراولي ابقى معنا، سننتقل إياك وكذلك السادة المشاهدين إلى محور العراق لنتحدث عن قضية القضية الاقتصادية بشكل عام وعلاقتها بالانتخابات الأمريكية وعلاقة العراق بالرئيس الأمريكي وتوجهاته. أرجو أن تبقوا معنا. كيف يتأثر العراق بالعقوبات الأمريكية على إيران؟ سؤال يجيب عنه المحور الثاني من البرنامج. عبر استعراض مخرجات زيارات أجريت ومباحثات عقدت غالبا ما أثيرت فيها تحفظات أمريكية بشأن النظام المالي في بغداد، ويقول مسؤولون في واشنطن أن قطاع الأموال العراقي يحتاج إلى إصلاحات شاملة لمنع وصول الدولار إلى طهران. الزميل رابح فلالي تابع أصداء الشراكة البنكية بتقرير مفصل من واشنطن. خلال زيارة مسؤولين عراقيين للعاصمة واشنطن الربيع الماضي، أو خلال تلك الجلسات التي تخص الحوار الاستراتيجي بين البلدين، عادة ما يثير الطرف الأمريكي تلك التحفظات المرتبطة بالنظام المالي في العراق،
يقول المسؤولون الأمريكيون أن المنظومة المالية في العراق يجب أن تخضع لعملية إصلاح كاملة، ويقول في مقابل ذلك مشرعون أمريكيون أن الذي تحقق على هذه الجبهة هو تقدم جيد بكل تأكيد. لكن هذه المفاوضات التي تتعلق بشأن الإصلاح البنكي في العراق، لماذا تثير هذا القلق في واشنطن؟ يقول المسؤولون الأمريكيون أن ذلك مرتبط بمخاوف تتعلق بحركة الأموال، خاصة في الجزء المتعلق منها بالدولار من وإلى العراق، لأن الأمريكيين يتحدثون عن خوف من أن تكون المؤسسات المصرفية في العراق طريقا لحصول خروقات فيما يتعلق بتلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. من هنا يقول الرأي الأمريكي أن شراكة أمنية بنكية بين العراق والولايات المتحدة هي مسألة ضرورية لفرض هذه العقوبات واستمرارها، ولكن في نفس الوقت جعل المنظومة المالية العراقية جزءاً من المنظومة الدولية. ينظر المسؤولون هنا في واشنطن بالكثير من التفاؤل إلى تلك الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة المالية العراقية، ذلك لاعتقادهم أن اندماج هذه المنظومة في النظام المالي الدولي سوف يحسن من فرص الاستثمار الدولي في العراق، ويفتح الطريق أمام مزيد من الاستثمارات وفرص التنمية بالنسبة للعراق. في الجانب الآخر يؤكد المسؤولون الأمريكيون أنهم مستعدون لتقديم المساعدات اللازمة، سواء أكانت مالياً أو تقنياً أو خبراتياً، لمساعدة العراقيين على إعادة إطلاق المنظومة المالية وفقاً لتلك المتطلبات التي تراها واشنطن في جانب، والتي يحتاج الاندماج في منظومة المعاملات المالية الدولية في الجانب الآخر، وهو مسألة يتفق بشأنها الكونغرس في حزبيه ومشرعيه من الحزبين أيضاً، وفي جانب آخر الإدارة الأمريكية بكل فروعها. يقول مسؤولون أمريكيون أن ضمان تطوير وتحديث المنظومة المالية العراق وفقاً للمقاييس العالمية سوف يسمح لهذه المنظومة بالتخلص من تلك المظاهر التي تشوب المعاملات المالية، سواء على مستوى الخدمات المصرفية أو على مستوى تلك القضايا التي ترتبط بمشاريع الاستثمار ومظاهر الفساد. في جانب آخر يدعم المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون هذه الخطوة لاعتقادهم أن التعاون المالي هو تكملة لتلك الأوجه من التعاون القائم بين واشنطن وبغداد في شقيه الأمني والعسكري، ولكن أيضاً أن هذا التعاون التقني المالي سوف يسمح بتبادل الخبرات في الإدارة المالية وتطوير المنظومة المالية العراقية، بما يحقق نمواً أفضل بالنسبة للعراقيين، خاصة في تلك القطاعات التي تحتاج إلى تطوير المزيد من أدوات وأساليب خدماتها، ومنها التعليم والصحة وقطاع الطاقة والنفط. رابح فلالي، UTV واشنطن. تنضم معنا من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط هبة القدسي، وأيضا نرحب مرة أخرى بفيليب كراولي مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العامة. سيدة هبة، قبل أن أبدأ بمحورنا المتعلق بالقضايا الاقتصادية ما بين واشنطن وبغداد، أود أن أسأل عن العرب الأمريكيين، لأني قرأت دراسة تقول بأن لطالما كان العرب الأمريكيون ميالون إلى الديمقراطيين، إلا أن هذا الميزان اختل بسبب الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب على غزة. إلى أي درجة هذه الفرضية صائبة؟ هذه الفرضية صائبة بنسبة كبيرة، لأن هناك دعما
حصل عليه الرئيس السابق دونالد ترامب من الجالية العربية والمسلمة في ولاية ميتشيغان، وولاية ميتشيغان من الولايات المتأرجحة التي ستكون واحدة من الولايات السبع التي ستحسم هذا السباق ما بين ترجيح كفة كامالا هاريس وترجيح كفة دونالد ترامب. لكن هناك تيارات مختلفة بين الجالية العربية والمسلمة، وكما شهدنا خلال العام الماضي كانت هناك مظاهرات عارمة في الكثير من الجامعات الأمريكية وفي الكثير من الولايات التي انتقدت سياسة الرئيس جو بايدن واتهمته بارتكاب يعني إبادة جماعية للفلسطينيين ومساندة إسرائيل بشكل أعمى وصارم. وهذا ما ينطبق على غضب الناخبين الأمريكيين على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس باعتبارها تمثل امتدادا لسياسات جو بايدن. لكن على الجانب الآخر هناك شرائح من الجالية العربية والمسلمة ترفض انتخاب الرئيس ترامب، وتجد أنه في ولايته السابقة قام بالعديد من الخطوات ضد العرب والمسلمين وساند إسرائيل بشكل غير مسبوق وقام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما أصدر قراره بحظر سفر عطفاً سيدة هبة عطفاً على أنه ضد الهجرة دول إسلامية. نعم عطفاً على أنه ضد الهجرة وأيضاً يتحدث عن مصطلح تسميم الدم الأمريكي، وبالتالي ألا يخشى داعمو ترامب من ردة فعله تجاه العرب الأمريكيين الذين هم بالنهاية مهاجرون؟ هذا حقيقي وهذا ما يثير مخاوف عدد كبير من المسلمين والعرب في التصويت، لأنهم ما بين خيارين كلاهما أسوأ من الآخر. لكن ما حاول الرئيس ترامب ترويجه وطالب به الجالية العربية في ميتشيغان بصفة خاصة هو أن يعد بمحاربة الإسلاموفوبيا، أن يعد بحل القضية الفلسطينية والقضاء على أو طيب. إنهاء الحرب الإسرائيلية. تبقى هذه القضايا سيدة هبة في سياق تعيين مسلمين في إدارتي في سياق الوعود الانتخابية. نعم بلا شك، لكن نعود إلى محورنا المتعلق بالعلاقات الاقتصادية الأمريكية. سيد فيليب، إلى أي درجة وأنت يعني عملت في السلك الدبلوماسي مساعدا لوزير الخارجية السابق وربما في السلك الإداري يعني لست متأكد، ولكن أي الإدارتين من وجهة نظرك كأمريكي عملت في هذا المجال، أيهما أفضل اقتصاديا للعراق، إدارة أمريكية جمهورية أم إدارة أمريكية ديمقراطية؟ أنا أعتقد أنه مهم لمشاهديك الكرام أن يعرفوا إذا كانت هناك انتقالات للإدارة الديمقراطية إلى الجمهورية أو الجمهورية إلى الديمقراطية، أو حوالي 95% من السياسات الخارجية سوف لن تتغير. وأيضا السياسة الخارجية الأمريكية ليس من الضروري أن تتغير، لأنه أكثر انتخابات التي حدثت من ضمنها هذه الانتخابات أنها تعتمد على القضايا الوطنية الداخلية وليست على القضايا الخارجية. وأيضا أنا أود أن أقول أنه إلى مدى أن السياسة لا تصل لدعم التطور سيد فيليب إلى الاقتصاد العراقي، لكن الأموال النفط العراقية في واشنطن، في النهاية من غير الممكن لحكومة عراقية أن تغضب واشنطن، كيف يمكن أن يعني يحدث توازن في شكل العلاقة ما بين بغداد وواشنطن مخافة أن تقع أو تفرض عقوبات اقتصادية على العراق من لدن واشنطن فيتحرم بغداد من أموال النفط، وهذه خشية كبيرة، هذا بعبع كبير عمليا. دعوني أرفع النقاش قليلا. السؤال الرئيسي الذي يواجه الولايات المتحدة والعراق هو العلاقة المستدامة بين بغداد وواشنطن
وأيضا هناك قوات أمريكية في العراق، وهناك نقاشات تم متابعتها لسنوات، وحتى أنه ليس واضح بالنسبة لي إذا كانت هناك أي قرارات من القادة العراقيين أنهم يودون أن يروا القوات الأمريكية تنسحب من العراق، وأيضا الأمريكيون يحاولون أن يضغطوا على هذا الأمر من جهة بسبب الوضع العام، وأن هذه منطقة سوف تناقش على مستوى عالي في الإدارة القادمة أو هاريس أو ترامب. فأعتقد أن هذا سوف يحرك الكثير من السياسات ومصالحها في المستقبل للعلاقات بين واشنطن وبغداد من ناحية الجانب العسكري وأيضا الجانب السياسي. يعني أنت تقصد هنا سيد فيليب بأن العامل العسكري هو الذي سيحسم شكل العلاقة ما بين بغداد وواشنطن من الناحية الاقتصادية باختصار شديد؟ معك. أنا أردت أن أقول ذلك الشيء بالضبط. هناك جيران للعراق لديهم أمور سياسية وثقافية واقتصادية وعلاقات، وأنا كما قلت هذا يخضع وله دخل للعقوبات الأمريكية، وأيضا هناك مقاومة من إيران وتجاه إيران، وأيضا العلاقة العسكرية ستوفى تستمر. هذا يقودنا إلى ما ناقشناه خلال الحلقات الماضية من الرئيس 47 سيدة هبة، بأن الولايات المتحدة لا تنظر إلى العراق إلا ومعه إيران، وبالتالي إلى أي درجة هذا سيضع العراق تحت ضغط اقتصادي من لدى الولايات المتحدة، بأن الإدارة الأمريكية إن كانت جمهورية أو ديمقراطية لن تحرر العراق من الضغط الاقتصادي وهي تربطه مع إيران. لا، أنا أعتقد على الجهة المقابلة هناك اهتمام أمريكي بتعزيز وضع العراق اقتصاديا وسياسيا، ومحاولة تقليص الهيمنة الإيرانية على هيكل الحكم في العراق. وفي محادثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آخر زيارة له لواشنطن ناقش العديد من القضايا سواء في داخل الإدارة الأمريكية وفي لقاء مع الرئيس بايدن أو جاك سوليفان أو وزير الخارجية بلينكن، وأيضا على المستوى الاقتصادي في لقاءاته مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية الأمريكية. وهناك أيضا يعني حتى إذا ما تحدثنا إذا كانت الإدارة القادمة ديمقراطية أم جمهورية، فهناك توجه لتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق، وما أبرم من اتفاقات برحيل هذه القوات التي تحوي فقط مستشارين وعدد من الأفراد الذين سيدة هبة يقومون هذا السرد، هذه الرواية أو هذا التحليل الذي تتحدثين عنه هو الذي يعني يجعلنا مرة أخرى نطرح سؤال: لماذا هذا الربط ما بين الملف العسكري والملف الاقتصادي؟ لماذا الربط ما بين تواجد القوات الأمريكية في العراق مع اتفاقيات ورجال أعمال وحركة اقتصادية دؤوبة ما بين بغداد وواشنطن؟ لماذا بالضرورة؟ دعني أقول لك، لأنه هذه العلاقات حساسة للغاية، وهناك عدد منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكانت هناك اتفاقات ومبادرات وإصرار عراقي على رحيل القوات الأمريكية، وهذا تأخر بشكل كبير. لكن في إدارة ترامب السابقة كانت هناك بعض الأفكار لتعزيز التعاون بين العراق وقوات حلف الناتو، وبالتالي سيكون استبدال القوات الأمريكية بقوات حلف الناتو مأخذا أو طريقا إذا جاء الرئيس يعني ترامب الاتفاق المتعلق بانسحاب قوات التحالف الدولي يتحدث عن صيغة علاقة ثنائية ما بين بغداد والولايات المتحدة ليس عبر التحالف الدولي. هل هذا واضح لمستقبل شكل العلاقة ما بين الطرفين؟ بالتأكيد نعم، هناك رغبة لدى الرئيس السابق دونالد ترامب إذا جاء إلى السلطة أن ينفذ هذه الاتفاقات برحيل القوات الأمريكية من العراق،
وأيضا سيدعم عقد الصفقات ودعم الشركات الأمريكية لضخ أموال واستثمارات داخل العراق، لأن الفكر الجمهوري لدى الرئيس ترامب هو عقد الصفقات، وهو المقاربة التجارية، المقاربة الاقتصادية من خلال المقاربة التجارية. اكزاكتلي. طيب طبعا هذا هنا نتحدث عن الترامبية في إدارة العلاقات الدولية، لأنه بالعادة المقاربة الجمهورية هي مقاربة أمنية انبساطية في العلاقات الدولية، على عكس الديمقراطيين الذين يتبنون مقاربات ثقافية اقتصادية أكثر من اللازم. هذا تحول في سياسات ترامب إن جاء إلى البيت الأبيض بأن يعقد علاقات اقتصادية أكبر مع العراق، أليس كذلك؟ نعم، ولديه براغماتية في التعامل، هو يريد أن يظهر أمام الشعب الأمريكي بأنه أعاد القوات الأمريكية إلى الوطن، وأنه أيضا على الجانب الاقتصادي أصبح يشجع رجال الأعمال على القيام بالاستثمارات، وعلى الجانب الآخر يشجع مجيء الاستثمارات العربية والخليجية إلى الولايات المتحدة، وبالتالي هذه المقاربات الاقتصادية تجد أذانا صاغية لدى الناخب الأمريكي، خاصة ما يتعلق بذهن الناخب الأمريكي بالحرب في العراق والتكلفة الباهظة التي تكلفها الشعب الأمريكي منذ 2003 وحتى الآن. وبالتالي رؤية الرئيس الأمريكي هي إعادة هذه القوات الأمريكية من العراق واستبدالهم بقوة. طيب، بتعزيز طبعا هذه أيضا ربما تسجل كسابقة بأن العراقي، وهذا نعم. أيضا يجد ترحيبا، نعم، الإدارات الأمريكية السابقة أن تتفق في رؤاها من الجانب العراقي، نعم، على الرغم من المقارب اختلاف المقاربتين ما بين الجمهوري والديمقراطي. سيد فيليب، العلاقة ما بين المؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية العراقية، نتحدث عن وزارة المالية، عن البنك المركزي، قبالة الخزانة الأمريكية، كثيرا ما تحدث قرارات من الخزانة الأمريكية باتخاذ قرارات عقوبات ضد شخصيات في الداخل العراقي. هل تعتقد بأن هذه العلاقة المضطربة ما بين المؤسسات المالية الاقتصادية العراقية والأمريكية قد تحل في قادم الأيام مع إدارة جديدة؟ أنا أود أن أقول من ناحية علاقات المؤسساتية المالية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق، وأيضا خاصة هناك مؤسسات دولية وإقليمية، هذا سوف لن يتغير بأي مهما كانت الإدارة الجديدة التي سوف تأتي، وهذا العامل السياسي سوف يستمر كما استمر في إدارة يعني بايدن وأي إدارة أخرى أو هاريس. أيضا أنا فقط أود أن أضيف نقاشات أخرى عن هذا الموضوع، هل هي هاريس أم ترامب؟ سوف يورثون المشاكل الشرق أوسطية، الصراعات الشرق أوسطية سوف يورثون هذا الشيء مهما كان الإدارة التي سوف تأتي في طهران، في بيروت، في غزة. الاختيارات تم أخذها هناك، وأيضا سوف يقومون بمتابعة المنطقة حسب السياسة الأمريكية بطريقة أو بأخرى. وعلى سبيل المثال، العراق لديه دور مهم ومفيد كوساطة للعلاقة مع إيران والعلاقة مع الولايات المتحدة ومثلا المملكة العربية السعودية وما شابه ذلك. فالقرارات حسب ما يأخذها العراق، المساحات الجيوغرافية والسياسية من ناحية التعاون يتضمن الأمور الاقتصادية أيضا. شكرا جزيلا لك فيليب كراولي، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العامة، وأشكر أيضا هبة القدسي، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط، كنتما ضيفين على يو تي في من واشنطن مباشرة.
شكرا لطيب المتابعة، نلتقي غدا في حوار جديد حول الرئيس 47 على يو تي في. إلى اللقاء.